منذ إحداثها قبل 3 سنوات في إطار مشاريع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، تواصل المنصة الإقليمية للشباب الحاجب إنارة طريق الشباب سواء حاملي المشاريع أو الأفكار الريادية. المنصة الإقليمية للشباب الحاجب اللي جات في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي آلية من الآليات اللي بالحقيقة استحدثها المبادرة الوطنية في هذا الإطار. بجماعة أيت بوبيدمان تمكنت كريمة عبد السميع وفي إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إنجاز مشروع ورشة لتقطيع وتركيب الرخام. الفكرة ديالي بالنسبة للمشروع بدأت منذ الاشتغال ديالي في شركة خاصة بتركيب وتقطيع الرخام كمسيرة للورشة. من ثم جاتني فكرة علاش ما نديرش بروجي ديالي اللي نقدر نخدم فيه ونطور ذاتي. وعلى بعد كيلومترات من مركز جماعة أيت بوبيدمان، تمكن الشاب فريد وشن من إنجاز مشروع وحدة إنتاج وتسويق مواد البناء سنة 2020. استفدت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودابا راني مع مبادرة الحاجب والحمد لله مزيان، والمشروع ديالي ديما الحمد لله كيبقى غادي بشوية بشوية، المهم الأحسن. ومن جماعة إقدار تمكن كمال فهيم كمقاول ذاتي من إنجاز مشروع الشعير المستنبت في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2021. بالنسبة للفكرة ديالي يعني جات بحكم أن المنطقة ديالنا ما كتمتاش بالمياه الجوفية اللي كتخلينا أننا نستغلوها في الميدان الفلاحي باش نزرعوا الأشجار المثمرة وأيضا الخضار. وتطمح المنصة إلى تمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم والاستفادة من الخدمات المتعددة التي توفرها المنصة التي تجذب اهتمام الشباب من مدينة الحاجب أو الجماعات الترابية التي تنتمي إلى الإقليم.